عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه بعد أن تحدث ما تحدث فقال: وسيأتي زمان تكون بلدة قم وأهلها حجة على الخلائق. قطعا هذه حجة إجمالية، لا يقال عن بلد بكل أهله أنهم يكونون حجة على الناس، هذه حجة إجمالية. قلت لكم من أن هذه الأحاديث بحاجة إلى شرح وبحاجة إلى ذكر مجموعة أخرى من الأحاديث لتوضيحها، فإن الأحاديث إذا لم تشرح بأحاديث من حديثهم صلوات الله عليهم لن تكون واضحة. لكنني أنقل لكم الكلام بالإجمال، فمثلما النجف عنوان لشيعة العراق، قم عنوان لشيعة إيران. وسيأتي زمان تكون بلدة قم وأهلها حجة على الخلائق، وذلك في زمان غيبة قائمنا. هذا الحديث منقول عن الصادق في بدايات تأسيس قم، قم التي أسسها العراقيون الكوفيون الذين فروا من الحجاج الثقفي حينما كان الحجاج حاكما على العراق. فر الأشعريون الشيعة، الأشعريون من بني الأشعر، لا علاقة لهذا الأمر بعقيدة الأشاعرة، بنو الأشعر إنما قيل لهم الأشاعرة نسبة إلى الأشعري، هو كان أشعريا من قبيلة بني الأشعر، لا علاقة لنا بهذا الموضوع. بنو الأشعر الشيعة الذين كانوا في العراق وفي الكوفة تحديدا هاجروا إلى إيران فرارا من الحجاج الثقفي، حكاية طويلة لا أريد أن أضعها بين أيديكم لضيق الوقت. هم الذين بنوا وأسسوا مدينة قم، لم تكن هذه المدينة موجودة قبل هؤلاء. نعم هناك مدينة مجوسية كانت قريبة منها تعرف بمدينة كمندان، لا زالت آثارها إلى اليوم موجودة. من ذهب منكم إلى مسجد جمكران، ما بعد مسجد جمكران توجد آثار لهذه المدينة. على أي حال لا أريد الحديث عن تاريخ مدينة قم. وسيأتي زمان تكون بلدة قم، هذا الكلام في بداية تأسيسها، لأن الحديث عن الصادق صلوات الله عليه. سيأتي زمان تكون بلدة قم وأهلها حجة على الخلائق. في ذلك الوقت كانوا قد هربوا من الأمويين وحاولوا أن يجدوا لهم ملاذا في هذا المكان بعيدا عن أعين الأعداء. والإمام يقول من أن هذه البلدة ومن أن أهلها سيكونون حجة على الناس في يوم من الأيام، وقد رأينا هذا بأم أعيننا. فإن الدين بإجماله بأخطائه وصوابه في زماننا هذا ما خرج من النجف، خرج من قم. كل الفضائيات الدينية، كل الحسينيات في شرق الأرض وفي غربها وحتى في النجف وحتى في كربلاء
كل الشعراء، كل الرواديد، كل الخطباء، كل المتحدثين إما أن خرجوا من قوم، وإما أن تأثروا بالذين خرجوا من قوم. فأصابع قوم في كل مكان منتشرة، وهذا مصداق لهذا الحديث. لا أريد أن أفصل كثيرا. وسيأتي زمان تكون بلدة قوم وأهلها حجة على الخلائق. مثال من الأمثلة، فهذه الفضائية التي بين أيديكم، وهذا الفكر الذي يطرح بين أيديكم، فكر قمي في جذوره وأصوله. وسيأتي زمان تكون بلدة قوم وأهلها حجة على الخلائق، وذلك في زمان غيبة قائمنا إلى ظهوره. هذا يعني أن المدة الزمانية ليست طويلة. ألا تلاحظون أن الأحاديث تتفق جميعا، وكل الأحاديث تشير إلى جهة واحدة؟ وذلك في زمان غيبة قائمنا إلى ظهوره، ولولا ذلك لساخت الأرض بأهلها. هذا يعني أن المشروع له علاقة بالحجة الأصل، فإن الأرض لا تسيخ بأهلها بسبب الخراسانيين أو بسبب الخراساني، أكان موجودا أم لم يكن موجودا. الحكاية ترتبط بالأصل، بالحجة القائم صلوات الله عليه، يعني أن المشروع بوجه من الوجوه يرتبط به، وهو نفس المضمون الذي قرأته عليكم قبل قليل: فأتوه ولو على الثلج، فأتوا القائمة، فإن القائمة ليس في بلاد الثلج، وإنما الذي في بلاد الثلج في بلاد إيران هناك مشروع له صلة بوجه من الوجوه به. وحذاري من أن تتصوروا أن هذا المشروع مشروع معصوم. لا تقعوا في هذه الترهات، في ترهات العداء أو في ترهات الولاء. إما أن توالوا وتصبحوا عبيدا للمشروع، وإما أن تعادوا وتصبحوا ضد مشروع له صلة بصاحب الأمر. الأمور لا تجري هكذا، تلك هي الحكمة اليمانية، تلك هي المعرفة اليمانية التي تفوح روائحها وعطورها الزكية والذكية من أحاديث العترة الطاهرة. وسيأتي زمان تكون بلدة قم وأهلها حجة على الخلائق. بالإجمال وليس بالتفصيل، نحن نتحدث عن أمم من الناس يختلط فيهم الحق مع الباطل، لكن بالإجمال يشيرون إلى جهة حق، يشيرون إلى الحجة ابن الحسن. وسيأتي زمان تكون بلدة قم وأهلها حجة على الخلائق، وذلك في زمان غيبة قائمنا إلى ظهوره، ولولا ذلك لساخت الأرض بأهلها. الذين يتعصبون للإيرانيين يفسرون الرواية في أن الإيرانيين سيكونون حجة على الخلائق. الرواية لا تتحدث عن هذا.
إنني أفهم هذه الروايات وفقا للمعاريض، فإن الرجل منكم لن يكون فقيها حتى يعرف معاريض كلامنا. رواية أخرى قد يكون المعنى فيها أصرح وأوضح أيضا عن الصادق صلوات الله وسلامه عليه، إنه الحديث 23، وهذا الحديث يشير إلى زوال حجية الكوفة، فإن الكوفة وأهلها كانوا حجة على العباد بالإجمال، بالإجمال، لأن الكوفة مهد التشيع، نشأ التشيع فيها. ولذا في الرواية ستخلو كوفة من المؤمنين مطبوع ويأزر عنها العلم، لا معنى لكلمة يأزر، وإنما المفروض ويأرز، ويأرز عنها العلم كما تأرز الحية في جحرها، يأرز عنها العلم، إنها حالة سبات كحالة سبات الحية. هذا في زمن ظهور الحجة صلوات الله وسلامه عليه، المراد من زمن ظهوره في مرحلة الإرهاصات، في مرحلة العلامات الحتمية، وفي مرحلة بداية وقاع الظهور. ستخلو كوفة من المؤمنين ويأرز عنها العلم كما تأرز الحية في جحرها، ثم يظهر العلم ببلدة يقال لها قم، وتصير معدنا للعلم والفضل. الرواية تشير إلى أن النجف لن يصدر منها علم صحيح، ومن أن قم سيصدر منها علم صحيح، لا يعني أن كل علم سيصدر من قم هو علم صحيح، بحدود ما يكون حجة على الناس. فمثلما ورد مديح للقميين ورد ذم أيضا، مثلما قالت الروايات لولا القميون لضاع الدين، قالت الروايات من أن القميين سيخونون إخوانهم. فهناك مديح وهناك ذم، لكن بالإجمال فإن قم وأهلها سيكونون حجة على الناس بالإجمال. أنا قلت لكم قبل قليل، موضوع الخراساني موضوع فيه الكثير من الكلام، إلا أنني أوردت هذه اللقطات كي أبين من أن الأحاديث مدحت الراية الخراسانية. ولاحظوا العنوان إنه دقيق جدا، إنني قلت حديث عن الراية الخراسانية، ما قلت حديث عن شخصية الخراساني، لأنني ما تكلمت عن شخصية بعينها، وإنما تحدثت عن مشروع خراساني يتحرك في إيران له صلة بصاحب الأمر بجهة من الجهات، وهذا واضح من خلال كل هذه الأحاديث. هذا لا يفهم عبر الظهور العرفي،
هذا يفهم عبر معاريض القول، وأعتقد أنني استطعت أن أقرب الفكرة وأن أوضح الصورة بين أيديكم. أعود إلى الرواية فتقول: ثم يظهر العلم ببلدة يقال لها قم، وتصير معدنا للعلم والفضل، حتى لا يبقى في الأرض مستضعف في الدين، في الجو الشيعي. وإلا ليس الحديث مثلا عن الهندوس أو عن البوذيين، في الجو الشيعي المستضعف في الدين هو الذي لا يميز بين الحق والباطل، لا يمتلك الثقافة الدينية الكاملة، ولا يمتلك القدرة العقلية للتمييز بين الحق والباطل. كما نقول في تعابيرنا الشعبية العراقية: على قد حاله، يلا مشي أموره، يلا يأكل ويشرب وينام ويقعد، حتى لا يبقى في الأرض مستضعف في الدين، حتى المخدرات في الحجال. الحجال جمع لحجلة، والحجلة هي الغرفة التي تزين للعروس في ليلة عرسها، وذلك عند قرب ظهور قائمنا، فيجعل الله قوم وأهله قائمين مقام الحجة، ولولا ذلك لساخت الأرض بأهلها ولم يبقى في الأرض حجة. إلى آخر الرواية، إلى أن تقول الرواية: ثم يظهر القائم عليه السلام.